فرقة انهيار المباني الجديدة الألمانية تقوم بجولة فنية أوروبية في إطار إحياء ذكرى المئة لاندلاع الحرب العالمية الأولى. هذه الفرقة تشكلت في الثمانينات فيما كان يسمى ببرلين الغربية، واشتهرت بفضل تقديمها لموسيقى تجريبية صاخبة تستخدم فيها أدوات معدنية مختلفة. على خشبة المسرح يتحول أعضاء الفرقة إلى وحوش لتقديم موسيقى المثال. نستخدم قطعا ضخمة من المعدن ونعلق عليها سلاسل. أنا أحمل لافتات فحسب، أما بيت بريشتن فيشبه بوب دايلون. أبرز هذه اللافتات التي كتبت عليها نصوص لأنني لا أريد الغناء، فاللافتات تتضمن تعليقات المخرج حول ما يجري على خشبة المسرح، أي حول هذه القصيدة الألمانية التي تعبر عن الحرب. الفرقة الألمانية تحاول من خلال عروضها الفنية الجمع بين الغناء والقصائد الرثائية لتصوير مشاهد الرعب التي حفت بالحرب العالمية الأولى. لقد كنا بالتأكيد واحدة من الفرق الألمانية التي قامت بجولات فنية دولية، كما حققنا نجاحا هاما في البلدان الأجنبية أكثر مما حققناه في غرب ألمانيا. أحيانا أنا أفضل أن يطلق علينا فرقة من غرب ألمانيا عوضا عن فرقة من ألمانيا الغربية. المغني بيركا بارغليد أصيب بكسر في رجله أثناء حفل قدمته الفرقة في روما في 30 من الشهر الماضي، لذلك تقرر تأجيل مواعيد بقية الحفلات إلى العام المقبل.